تعالوا نروح لمنتخبنا الوطني ونروح لمعسكر منتخبنا الوطني، نطمن على المعسكر مع واحد من الأشخاص المحترمين دائما، واحد من الأسماء الكبيرة في إدارة الكرة المصرية، الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الفل، ازيك يا استاذ كريم؟ متشكر جدا على التقديمه دي، اشكرك. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير الحمد لله. تمام الحمد لله. الاول طمنا على معسكر منتخبنا الوطني، طمن على المعسكر الاول للكابتن ايهاب جلال. الحقيقه المعسكر ابتدى امبارح بمجموعه لاعبين المتواجدين في مصر، وفي مجموعه من اللاعبين اللي وصلوا من بره زي كابتن نيلني، كابتن تريزيجيه، وان شاء الله يكتمل عقد المنتخب بكره باذن الله بانضمام باقي مجموعه اللاعبين المختارين، ويبقى كده المجموعه كلها كامله موجوده ان شاء الله مع كابتن ايهاب بدءا من بكره باذن الله. يعني صلاح كمان بكره موجود ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. طيب خلاص، ده بالنسبه لكل اللاعبين اللي موجودين في المعسكر، وخلاص كده بكره زي ما انت قلت لي كلهم هيبقوا موجودين في معسكر منتخبنا الوطني. طيب الحاله المعنويه في الفتره الحاليه بالنسبه للمنتخب، انت فاهم انه برضو احنا حظنا العاسر، يعني خلينا ما نصعدش تصفيات كاس العالم، لكاس العالم من تصفيات كاس العالم، خسرنا نهائي كاس الامم الافريقيه، جاي لك لاعبين اكيد بحاله معنويه مش افضل حاجه، سواء لاعبي النادي الاهلي او محمد صلاح كمان، والخساره مع ليفربول الاخيره، الوضع بالنسبه للمنتخب والكابتن ايهاب جلال بيتعامل مع الموقف ده ازاي؟ بص كابتن كريم، انت عارف رجاله منتخب مصر يعني عندهم من الخبرات الكبيره والكتيره اللي تخليهم يتجاوزوا اي ازمه، مش عايز اسميها ازمه، ولكن بتبقى هي كره القدم دايما بيبقى فيها فوز وخساره. فاعتقد ان خبرات لاعبتنا وقدراتهم على تجاوز المرحله دي هيبقى جيد جدا. الجهاز الفني اكيد مستعد للجزئيه دي، وبيتكلم مع اللعيبه بشكل مستمر ودائم حتى هم قبل ما ينضموا للمعسكر. ان شاء الله تبقى الامور كويسه، وان شاء الله يعني يوم عن يوم الدنيا بتتحسن باذن الله. طيب منتخبنا الوطني هيظهر بقميص جديد في مباراتي غينيا واثيوبيا، ولا نفس القميص القديم؟ لا نفس القميص بتاعه. نفس القميص. طيب التذاكر مباراه مصر وغينيا تطرح امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بدءا من بكره اعتقد هتبقى موجوده على سيستم شركه تذكرتي، والفان اي ديز اللي موجوده هتبقى سريعه للي مجدد الفان اي دي بتاعه من بدايه الدوري. لو حد بقى ما جددش من بدايه الدوري او ايام مباراه السنغال، يبقى هو محتاج ان هو بس يعمل ابديت للفان اي دي بتاعته. تحدد اسعار التذاكر؟ هتعلن بكره باذن الله. اسعار مناسبه يعني ان شاء الله؟ باذن الله باذن الله. طيب وديه كوريا الجنوبيه خلاص هي يوم 14 يونيو مظبوط؟ ان شاء الله. عظيم جدا. هل محمد صلاح والمحترفين موجودين في هذه المواجهه؟ هي دي جزئيه فنيه اعتقد بقى كابتن ايهاب دي اللي هيعلن عنها في الايام القادمه باذن الله. عظيم جدا. اليوم انطلقت دوره المديرين الفنيين للاتحاد الافريقي في مصر برعايه فيفا، ايه تفاصيل هذه الدوره يا فندم؟ دي ورشه عمل الفيفا بتعملها لمديرين فنيين الاتحادات على مستوى افريقيا، والحمد لله هم قرروا ان هم يعملوها في مصر السنه دي طبعا للامكانيات الموجوده في مصر، سواء من حيث الاماكن الانتقالات. دايما الفيفا بتبقى يعني بتفكر في مصر في الجزئيه بتاعت الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات. والنهارده بدات وجود كل المديرين الفنيين للاتحادات الافريقيه، ومستمره بكره كمان ان شاء الله، يعني هي يومين النهارده وبكره. عظيم جدا. طيب ان شاء الله متى يتم تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الاولمبي واختيار المدير الفني القادم لاتحاد الكوره؟ يعني هي موجوده، الموضوع ده مطروح لسه على ترابيزه الاجتماعات في مجلس اداره الاتحاد، وبمجرد ما يتم الاستقرار على الجهاز هنعلن عنه على طول. طيب هل مطروح انه مدير فني لاتحاد الكوره ممكن يكون اجنبي، ولا هيبقى الاستقرار عليه مصري ان شاء الله؟ يعني الخيارات كلها موجوده قدام المجلس، عندهم سيديهات كتيره وعندهم بيدرسوها، ومجرد بس الاستقرار على 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 حد هنعلن عنه ان شاء الله. هل هناك طرح ان يكون موجود خبير تحكيم اجنبي
لإلقاء بعض المحاضرات على حكامنا المصريين في الفترة اللي جاية، ولا الكلام ده مجرد إشاعة؟ على فكرة دي حصلت الفترة اللي فاتت. حصل. كان في مايك بوسلر كان موجود الشهر اللي فات، وكان ادى مجموعه محاضرات للحكام بتوعنا، وده موضوع يعني مقررين، مجلس الاداره مقرر ان هو يبقى موجود، وهيبقى فيه استعانه باكثر من خبير على فترات، يدي محاضرات ويعمل ورش عمل للحكام. دي اكيد دي بتعلي من مستواهم، ويعني بترفع من مستويات الحكام عندنا يعني. ممتاز جدا. طيب طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، هل تم تحديد الدولة اللي هيبقى منها الحكام ولا لسه ما تحددش؟ لا، تم تحديد الدولة بس هيعلن عنها في الوقت اللي دايما لجنة الحكام بتعلن عن أسماء وجنسيات الحكم قبل المباراة إن شاء الله. طيب بعيد عن اسم الدولة، بس هل هي من الدولة من الخمس دوريات الكبرى في العالم في أوروبا؟ طبعا من الخمس دوريات الكبرى. طبعا. أشكرك يا فندم. أستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.